السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، من منزل أستاذ أحمد بركات. طبعا المكان ده إحنا صورنا فيه قبل كده، اللي صورنا فيه الحمام بختم الشركة الفرنسية. الأستاذ أحمد بركات دلوقتي في إجازة هنا، هو طبعا بيعمل في الكويت. الحمد لله على السلامة أستاذ أحمد. سلامك يا مصطفى، اهلا بيكم سادة المتابعين، ويا رب تكونوا بخير جميعا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. معلش احنا طولنا عليكم في فيديوهات وكلام من ده، بس الانشغالات بقى ربنا يعين كل واحد بقى. اجازه سعيده، الله يبارك فيك يا استاذ مصطفى. ان شاء الله معانا هنا مده الاجازه، يعني هتطول معانا ولا هترجع؟ لسه شهر شهر وحاجات بسيطه كده ان شاء الله، 10 ايام قدام شهر وشويه بسيطين كده. الناس بيسالوا عليك كتير يعني. الله يبارك فيك يا استاذ مصطفى. في ناس كتير كانت بتتواصل معايا وانا هناك، وفي ناس جت لي هنا وشرفوني واحنا عارضين بقى لي شويه الحمام اللي عندي، على اساس ان انا ايه محتاج المكان ضروري جدا زي ما حضرتك عارف. فان شاء الله هتصرف الحمام لغايه لما ربنا ييسر، ونبقى ننزل الحمام بختم الشركه ونهادي منه برضو بعض الناس يعني ان شاء الله من المتابعين، هنعمل اللي عليهم ان شاء الله هدايا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. فهنا عندنا هنا دول مجموعه حمام سيلفر وارد الكويت، عمر السيلفر 3 جواز منهم عمرهم بالظبط بالظبط 11 شهر، بالظبط 11 شهر. والحم من 8 شهور وانت نازل بقى، وما شاء الله يعني الحمر اللي هنا دول من انتاج اولاد الشركه الفرنسيه. الاحمر ده الأحمر اولاد مباشر، اولاد من اولاد حمام الشركه الفرنسيه، يعني دول يعتبروا احفاء. تمام. وما شاء الله منهم كتير شغال تحته زغليل واللي تحته بيض. لكن اللي هو السيلفر ده 11 شهر، 11 شهر اللي هم 3 جواز اكبر حاجه فيهم. أكبر في الحمام ده كله حاجه عمرها 11 شهر. الحمام ده كله اكبر حاجه فيه عمرها 11 شهر بالظبط. والاحمر 8 شهور، الاحمر من 8 او 9 شهور وانت نازل بقى، لغايه مثلا في فيهم حمام يعني مثلا اللي واقف على الاكله ده لسه يا دوب بادئ يكتم صوت، واخوه اللي هناك ده بادئ يكتم صوت. في مثلا ده تحته زغليل، اللي هناك ده تحته بيض. احنا هنوريهم دلوقتي الحمام اللي هو ايه في مكانه، يعني هنصوره في مكانه. فبس البيع ان شاء الله المجموعه على بعضها. انا مش بحب ان انا يعني اقعد اجري ورا الحمام وامسك الذكر، لان الحمام زي ما حضرتك شايف كده والناس شايفين حمام متربع على السايق. حمام متربع على السايق، ومفيش هنا الغرفه دي بالذات مفيش فيها عيون بيبان. انا عامل نفس نظام الشركه الفرنسيه. يعني لو حضراتكم تابعتوا الشركه عامل الفرنسية، عامل سلكات كده مفتحه زي الشركه الفرنسيه بالظبط. هم عاملين كده بالظبط، فانا عامل النظام ده زيهم كده. هو الحمام سايب، فهو يفضل الاستاذ احمد ان الباقي يكون على بعضه. يعني هم 15 جزء، 15 جزء منهم تقريبا يعني 12 او 11 جوز منتجين تحتهم بيض او زغليل، او مثلا زغليلهم كبرت وبيطردوا. والباقي بقى مثلا كاتم صوت، واللي منهم اللي على وش شغل 15، وفي مثلا حوالي 3 او 4 كاتمين صوت، دول هيبقوا هديه فوق المجموعه. يعني زغليل ثلاثه يعني. شبابات ناشفين كده يعني، مفهومين بقى لهم مثلا اسبوعين ولا حاجه، زي ده مثلا اسبوعين ولا حاجه، دول ان شاء الله ايه هيبقوا هديه فوق المجموعه. هيبقى هديه زغليل يا جماعه فوق الحمام. ما شاء الله في زغليل حمراء ما شاء الله. هنشوف كده يعني نوريهم على الطبيعه كده. ما شاء الله واحجامهم ما شاء الله، يعني الزغلول ما شاء الله احجامهم حلوه يعني ما شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده زغلول من اولاد الاحمر يا جماعه. ما شاء الله. وهنا اولاد احمر وسيلفر. اولاد احمر وسيلفر. ما شاء الله ربنا يبارك. يعني طبعا انا ما بتدخلش في تجويز الحمام يعني. يعني في متجوز احمر متجوز سيلفر؟ وفي احمر واخد احمر. مش هتفرق الحكايه دي. في سيلفر من الثلاث جواز السيلفر، في منهم بيطلع احمر. من السيلفر نفسه بيطلع احمر. ففي احمر من اللي هو يعتبر سلاله واحده يعني. يعتبر تقريبا يعني. ففي احمر من انتاج الشركه اخذ احمر من اللي هو ايه؟ من اللي طالع من تحت السيلفر وبينتجوا احمر يعني. طيب نقول للناس العنوان يا استاذ احمد. الروضه دي تبع مركز فرسكور صح؟ محافظه دمياط. تمام، تبع مركز فرسكور محافظه دمياط. ورقم الموبايل؟ خلي التواصل معاك يا استاذ مصطفى افضل يعني. معلش يعني انت عارف الاجازه والواحد مشغول والله العظيم. ما بفضل ناس كتير. ما كنتش عايز وسيط يعني. الناس تكلمك من الوسيط. مش حمام حمامك يا استاذ مصطفى، انت عارف يعني انت اخ كبير يعني وعزيز. تحت امرك يا استاذ احمد، ما فيش مشكله. بس يعني الناس بتحب، انت عارف انا إيه؟ تحت امر اي حد والله. اللي بيسالني على حاجه بيحب مباشر، اللي بيدخل لي يسال. طيب اللي هيسالني على رقم موبايلك هاتوه. مش مشكله خالص. تمام. تحب تقول اسعار؟ والله يعني مثلا مش عارف اقول بصراحه يعني، لان انا ماشي الموضوع عندي
مش تجاره ولا حاجه يعني. انت بتفضي المكان؟ احنا بفضل المكان بس مش اكتر والله. هو محتاج المكان يا جماعه، فعشان كده بيفضي المكان بتاع الحمام لان احتياج احنا المكان. نقول هم 15 جوز، والزغاليل والمخطومين دول هيبقوا ايه فوقهم كده، هنقول مثلا ايه 700 جنيه جوز 700. واللي هيجي من القناة تعمل له واجب ولا هنعمل له ايه؟ هنعمل له واجب على حاضرين. طيب ماشي ماشي يا استاذ احمد. حاجة تانية، في حمام تاني؟ في مجموعة هنا في حوالي 10 او 11 تقريبا، يعني على ما اعتقد ان هم 10 في الجواز. احنا صورنا كده البيض والزغاليل، ده نشوف بس بعد اذنك يا استاذ احمد، نشوف بس ايه عشان الناس برضو بتحب تشوف الشغل عشان يعرف ان الحمام شغال. دي يعني مثلا لسه شابه صغيره، استنى لما امسكها كده اشوف عليها كام ريشه. دي ايه؟ اول حصيه او البيض ليها بيضه اهي. شوف ما شاء الله ما شاء الله على اخر ريشه. لا قدامها ثلاث ريشات اهي، قدامها ثلاث ريشات. اول ما شاء الله البيض معمر. حمام بيحص يا جماعه اهوت، وهو لسه عليه ريش. البيض معمر قدامه ثلاث ريشات، والبيض معمر يعني مثلا هي بيضه قدامها اربعه. بسم الله ما شاء الله. طيب جوله كده برضو نوري لهم البيض. مش عارف بقى هنا انا محطط هنا بيض برضو. هنا انا بعت مجموعه حمام ابيض، ففي ايه مثلا ابيض مع الاسمر. ما شاء الله محضر هنا اهو. هنا مثلا على الارض وهنا بيض، وهنا بيض، وهنا فوق خالص، وهنا بيض برضو بتاع اللحم السلفر او الاحمر، وهنا برضو بيت. المهم يعني الحمام شغال يا جماعه، يعني دي اللي بنحب دايما نوريكم شغل الحمام. وهنا زغاليل، ثلاث زغاليل اهو، وهنا برضو زغاليل. جوز اللي منقرهم احمر دول ممكن يطلعوا حمر يعني ما شاء الله، ما اعرفش هم ولاد الصراحه يعني. وفي مثلا بيطرد واللم مقش هنا وهنا في زغاليل اهو، زغلول احمر، وهنا بيض برضو اهو، لسه اول بيضه اهي. بيض الحمام لسه طايق تمام. البيضه يعني الحمام شغال، بس نشوف بقى ايه اللي لسه عندك. المجموعه اللي هي الابيض زغاليل، دي زغاليل صح؟ ما شاء الله ما شاء الله، زغاليل يا جماعه سيلفر محترم اهي. دي يا مع الحمام، دي النتايه اللي هي اللي احنا قلنا هي بيضه. شوف شابه لسه صغيره، وده ده فرد احمر وزغلول لسه كاتب اهو. بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى جوز السيلفر واحد طالع صغير شويه وهنا ده ممكن يطلع احمر ما شاء الله. تحت جوز ده برضو الحمام هنا شغال اهو يا جماعه. طب هنروح الغرفة الثانية، فيها مجموعة برضو من اللحم الأبيض. هنا مجموعة من اللحم الأبيض برضو، نقول حوالي كم قص دول يا أستاذ أحمد؟ هم دول تقريبا 10 تجواز بالظبط إن شاء الله يعني. 10 تجواز من اللحم الأبيض اللي هو بتاع الأستاذ أحمد. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا أستاذ أحمد، وبرضه فيهم زغاليل برضو يا أستاذ أحمد. مصطفى فيهم زي إن هناك برضو السيلفر، إحنا قلنا فيه 3 تجواز عمر 11 شهر، دول فيهم مثلا 3 تجواز بالظبط عمر او جوزين وفرد، لان في كان اول ما نقلتهم وظبطت الغرفه دي كان في فرد مات هنا منه. ففيهم جوزين وفرد عمر سنه ونص. هم دول اكبر حاجه. اكبر حاجه، بقيه الزغاليل الباقي كلهم اول شغل ليهم. يا جماعه سنه ونص في الحمام مش كتير، الناس اللي بتفتكر السنه ونص كتير، الحمام بيعيش مده طويله. الباقي كله يا استاذ مصطفى انتاج داخلين الغرفه دي زغاليل في شهر 12 اللي فات لما كنت اجازه هنا اسبوعين. لسه داخلين شهر 12 يعني شباب ما شاء الله. بيض، وفي اللي مثلا اللي انتج منهم حتى حضر ثلاث زغاليل اصلا. ما شاء الله. خليهم زي ما هم استاذ احمد، نصور زي ما هو كده زي ما هو. نصور على وضعه على النقطيب. هو محطم هنا برضه زغاليل يا جماعه اهو، لان طبعا هو باع حمام، فهنا نلاقي ثلاث زغاليل اهو. هنشوف برضه انتاج الحمام. كده يا استاذ احمد كده صح. هنا بيض اهو، هنا بيض يمكن من اول بيضهم ده برضه. وهنا برضه حمام محصي اول بيض اهو. وهنا برضه ما شاء الله يعني كله لسه يعتبر اول شغله برضه، اول او ثاني مش هتفرق يعني، مش هتفرق كتير تمام. وهنا برضو اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. طب في اللحم الابيض هنقول اسعاره ايه يا استاذ احمد؟ المجموعه جزء على 400 جنيه. شوف دول مثلا ده ممكن تقوم الجزء بالمعامله سنه ونص معاهم زغاليل وجودهم مثلا اقل من تمام. لكن هم 10 تجواز؟ 10 تجواز. طيب في زغاليل فيهم للبيع؟ لو حد عايز الزغاليل ما عنديش مشكله
زمالك تعتبر الزمالك دي صغيره يعني تندبح خلاص يعني مثلا دول مثلا اول شغل يوم معاهم جوز زغليل اهو. تمام لكن في زغليل للبيع يعني قول سعر الزغليل ولا جوز زغليل 175 جنيه. تمام 175 جوز الزغليل. هنا برضو مجموعة زغليل يعني نقول في كمية زغليل كويسة يا استاذ احمد. تمام زغليل لسه يعني ايه لسه بتصاصي تمام ولا في حاجة؟ في بعد زغلول ما شاء الله زغلول كاتم اهو او فكك ريشة فكك ريشة مثلا او حاجة ما شاء الله ربنا يبارك فيك. نحب نقول حاجة تانية ولا خلاص نختم بقى الفيديو؟ نرحب بأي حد يشرفنا في أي وقت أو يتشرف ويعلق تعليق كويس أو إن هو مثلا يسألنا في أي حاجة، إحنا تحت أمر أي حد في أي حاجة، وإحنا بنتواصل حتى مع الناس وإحنا في الكويت والله بنرد على الناس كلها الحمد لله. تمام هو الأستاذ أحمد ما بيتأخرش عن أي حد في أي سؤال بخصوص الحمام اللحم، حتى لسه أنا بعت له حد رقمك ما أعرفش أكلمك ولا لا، حد من الأردن بيقول لي إنه عايز يجيب حمام من فرنسا والله. أنا كلمني واحد لسه النهاردة واحد فقلت له الأستاذ أحمد هيفيدك أكتر. كلمني واحد مغربي وأنا قبل ما أنزل بيومين ثلاثة كده، حتى كلمني بالفرنساوي وطبعاً أنا إيه جبت عملت ترجمة من على جوجل وعرفت هو عايز إيه وتواصلت معاه يعني. تمام وده سهل بالنسبة له إنه يجيب من فرنسا على فكرة. أيوه أنا عارف. فكان بيسألني على شو لا بس هو كان بيسألني على تفاصيل معينة في الحمام يعني كده وجاوبته عليها الحمد لله. الحمد لله. بس كده يا جماعة ننهي فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.